السلام عليكم الإخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. فلوق جديد يوم إن شاء الله غادي يمشي واحد الفيرما، شوفوا راس خر الله في شي حوالة إن شاء الله نتقدم من تما كينا. وكيف ما شوف الفيديو اللي قبل، يعني راه تمن زيد شوية، يعني على العام اللي فات يعني ماشي بزاف، راه زيد شوية يكون تقريبا زيد واحد 400 درهم في الحولي. ايوا كيف ما قلت لكم راه كعز عليا نشري بكري ديما، يعني باش كتاخد شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي كتكون باقا يعني باقي المليح، كيكون باقي عند مولاه المليح. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، خليكم معايا